تستضيف دولة الكويت فعاليات مؤتمر ومعرض الأمن السبراني الخليجي الثاني الذي يشكل باكرة أنشطة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات. ومن أبرز أهداف المؤتمر تسليط الضوء على الصعوبات والعقوبات التي تواجه دول المنطقة في مجال الأمن السبراني وإيجاد الحلول لها. في حين أضحت الجرائم الإلكترونية ومخاطرها الهاجس الأكبر لكثير من دول العالم، وأصبحت تستهدف الأفراد والمؤسسات والبنية التحتية وأنظمة الاتصالات، انطلق في دولة الكويت مؤتمر الأمن السبراني الخليجي الثاني والمعرض المصاحب له. وقد أولت حكومة دولة الكويت الأهمية القصوى لهذا الأمر لما يمثله من خطورة بالغة على أمن الوطن والمواطنين، فجاءت أولى مبادراتها في الاستراتيجية الوطنية للأمن السبراني، والتي رسمت منظومة أمن سبراني وطنية شاملة، وحددت لتنفيذها خارطة طريق متكاملة تتطلب عملا جادا وجهدا مكثفا ومتواصلا خلال الثلاث سنوات القادمة. وكذلك أعدت لإنشاء مركز وطني للأمن السبراني يساهم بتعزيز أمن البنية التحتية ويقدم خدماته لكافة مؤسسات الدولة لبناء وتعزيز قدراتهم الدفاعية وإدارة الأزمات الإلكترونية. المؤتمر يجمع خبراء وشركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السبراني، حضروا من داخل دولة الكويت وخارجها لاستعراض مستجدات هذا الموضوع ومناقشة أهم القضايا المتعلقة به وتحدياته وآفاق تطور تقنيته. المؤتمر الخليجي لتحديات الأمن السبراني يعتبر باكورة نشاط الجمعية الكويتية لأمن المعلومات. طبعا المؤتمر يتحدث أو يحتوي على مواضيع مختلفة في موضوع الأمن السبراني، فيه أكثر من 26 مشاركة عالمية من دول مختلفة، منها روسيا، ألمانيا، هولندا، استراليا، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. المؤتمر يتكون عن تقريبا 13 محاضرة بالإضافة إلى 4 جلسات مختلفة. المؤتمر والمعرض يشكلان فرصة قيمة على مدار يومين للاطلاع على الأنماط المتطورة في هذا المجال واختراقاتها أمام الحاجة الملحة للتوصل إلى تطوير الخطط الوقائية وإيجاد الحلول العملية لتجنب حدوثها. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.